بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. هنكمل دلوقتي مع بعض باقي دروس شرح اسطوانة التعليم، فيديو الصوت والصورة لبرنامج بروكن اناليسيز. هنكمل دلوقتي الدرس الثالث مع بعض، هو اكزامبل 3 سلاب ديزاين او تصميم البلاطات الخرسانية. لو دخلنا على البرنامج بتاعنا هنقول له اسكيب، وهندخل على سطح المكتب وهقول له بروكن. هيفتح البرنامج بتاعي، هقول له في المرة دي انا عايز اصمم سلاب. هيفتح لي البلاطة، هدخل له البيانات بتاعتي. البيانات اللي عندي هي عبارة عن الانبوت داتا، هدخل البلاطة بتاعتي عبارة عن 4x5، يبقى دي عبارة عن 4 وتحتها الواي بـ5. السلاب ديبس هندخلها ب 300 ملي، انا هاخدها ب 200 وهنغيرها عشان نحس بالديفليكشن. بعد كده 200 هناخد ديفاين اكس دايركشن، خليها 150، وهناخد اللي بعدها برضو 150. المفروض ديفاين اكس دايركشن لا تقل عن اتش على الاتنين. بعد كده اخش على بوزيشن ريشيو، هناخدها ب 2 من 10. الاف سي يو ب 30، دينستي هناخدها ب 25. بعد كده السيلف ويت هناخدها ب 1، الفاكتور اوف سيفتي، الفاكتور اوف سيلف ويت. وبعد كده التايم فاكتور هندخل تايم معانا بس كدالة ب 1 بس، او 1% او بنسبة 100%. لو انا قللت القيمة دي خدت 1 و2 او 1 و4، يبقى انا كده بزود الفاكتور بتاع التايم بالنسبة للبلاطة. لو جيت عرفت بعد كده التوب ايدج، لو حصل بعد كده ديسبليسمنت يبقى انا بسمح له ان يحصل ديسبليسمنت على التوب ايدج والبوتوم والرايت والليفت، يعني على الحواف الجانبية للبلاطة. طب لو شغلت معايا الروتيشن يبقى انا بقول له البلاطة دي مستمرة من الامام واليمين واليسار واسفل. انا هقول له ان البلاطة دي بلاطة سيمبل جدا وما فيش فيها اي اتصال مع اي بلاطة ثانية. يعني هسمي الكلام ده كله سلاب ديزاين. هقول له ال LC او load cases number 1. اللود فاكتور هنشتغل بالالتيميت، هيبقى 1.4 في الديد لود، زائد 1.6 في اللايف لود. هنخليها دي 1.6. تمام. توتال ديد لود لنتيجة السيلف ويت فقط عبارة عن 5 كيلو نيوتن. احنا عارفين كيلو نيوتن 10 كيلو نيوتن بيساوي 1 طن، يبقى وزن البلاطة بيساوي نص طن على المتر المسطح. عشان نحس بالاحمال هدخل حمل الديد لود وليكن 1.5 طن على المتر المسطح. اللايف لود هخليها 500 كيلو جرام او نص طن على المتر المسطح. البي لو انا هدخل حمل كونسنتريتد لود، مثلا دخلت 20 او 2 طن، لازم دخله المسافة بتاعته من الاكس وليكن 3 والواي وليكن 2، بكده يديني بوينت لود في المنطقة ان انا حددتها عندي. وبعد كده ممكن اقول له اكس 1 واي 1 لو انا عايز احط لاين لود او حمل حائط، وليكن مثلا طوله مثلا ب3 كيلو نيوتن على المتر طول. الاكس بتاعته فين وقيمتها فين؟ طب انا طبعا اصفر الكلام ده مش محتاجه، وهنشتغل على الحالة الايديال اللي هي حالة اليونيفورم لود فقط. اصبح دلوقتي عندي حالة ديد لود وحالة لايف لود. طيب انا عايز اعمل انفلوب او حالة جمع بين الاولى والتانية، يبقى 1 + 2، يبقى اقدر اقول من هنا ان 1 اللي هي الحالة رقم 1، 1.4 ديد لود زائد 1.6 لايف لود. ملاحظين دلوقتي ان هو شغال UDL او unfactored لود. كده اصبحت الانفاكتور دي فاكتور لان دخلت لها معامل وهو
واحد وأربعة من عشرة، زي ما احنا شايفين load case 1 bad factored. تمام، بكده انا خلصت التوصيف. ادخل دلوقتي لخطوة المومنت. فجأة هو بيعمل لي الرن بتاع المومنت ويظهر لي المساحات اللي بيبقى فيها تركيز في المومنت. ده load case 1، لو نزلت تحت بيديني load case 2، لو جينا خدنا التوب لوحده بالنسبة للود كيس 1 هقول له هات لي التوب، بيجيب لي المساحة اللي فيها المومنت كبير زي ما احنا شايفين باللون الأزرق، وهي عبارة عن توب بيبقى نص وبيزيد بيزيد لحد ما توصل اتنين على الأطراف واتنين ونص عند السبورت. قلت له التوب بس اتجاه الرأسي، نفس الكلام من نص وبتزيد لحد توصل لتلاتة ونص. البوتوم اتجاه الأفقي نفس الكلام، بيديني مساحة طبعا زي ما احنا شايفين من تلاتة أربعة سبعة، بتزيد في المنتصف لأن الحمل من أسفل، كل ما نخش ناحية النص الحمل بيزيد وهكذا، كل ما ننزل من هنا ونطلع من هنا الحمل بيتجمع في النقطة دي، دي بيبقى ماكسيموم ديفليكشن. نفس الكلام بوتوم برضو، الحمل جاي من هنا من هنا بيتجمع كله هنا زي ما احنا شايفين خمسة خمسة ونص، المناطق دي مناطق التركيز للديفليكشن. طب لو بصينا على الكلام ده وقلنا اول هيجيب لي الاربع اشكال، لو قلت له انفلوب ماكسيما هيجيب لي ماكسيمم مومنت في انفلوب بالنسبة لحالتين التحميل مع بعض، هيجيب لي هنا بالنسبة للبوتوم ده الماكسيمم انفلوب والقيمة بتاعتها بيجيبها لي اللي هي سبعة واربعة من عشرة عند الاكس باتنين والواي باتنين ونص اللي هي بالظبط سنتر البلاطة. ممكن اقول له انفلوب من، طبعا دي سبعة اللي هي ماكسيمم انفلوب، ممكن اقول له انفلوب من بيجيب لي برضو سبعة وخمسة ونفس الكلام. لو قلت له لود كيس اتنين مش هتفرق كتير، لكن لو قلت له انفلوب بيجيب لي الماكسيمم بتاع الاتنين. ديفليكشن نفس الكلام، هقول له نوت شورت تيرم الاستيك ديفليكشن باسد اون كروست كونكريت سيكشن، يعني الشورت تيرم ديفليكشن ده بيعتمد على السيكنس بتاع البلاطه. شايفين الماكسيموم ديفليكشن هنا 45% ملي متر، ده في لود كيس 2. لو رحت لود كيس 1 يبقى الماكسيموم ديفليكشن هنا 55% حسب التحميل طبعا، هنا اكبر في حاله اللود كيس 1. لو قلت له انفلوب ماكس هيجيب لي الحاله انفلوب منهم وهي عباره عن 55% او 55 اللي هي عباره عن نص ملي ديفليكشن في البلاطه. لو قلت له هات لي شو لونج تيرم ديفليكشن بيجيب لي اللونج تيرم ديفليكشن نتيجه الكود الامريكي، وده شايفينه هنا عبارة عن واحد وواحد من عشرة ملي، وده عبارة عن اللونج تيرم ديفليكشن. ودخلنا على التسليح، بيجيب لي أربع شاشات، الشاشة الأولى عبارة عن التوب التسليح العلوي، وده التسليح العلوي في اتجاه الأفقي وده في اتجاه الرأسي، ده عبارة عن مساحات التسليح وده شكل خطوط الكونتور للتسليح. لو دخلنا على الكالكوليشن شيت بيجيب لي خطوات اللي انا عملتها كلها بالكامل في التصميم، مش هتهمني كتير في حالة البلاطات، اما اللي هيهمني كتير هو البيندينج سكيدولز. سكيدول فايل نيم نوع سلاب والاوفست 73 واللينس 2800. لو بصين على التوب في حالة الاتجاه ده، ده شكل المومنت، فبالتالي شكل المومنت كده في اتجاه التوب يبقى انا اعوضه بتسليح عمودي عليه. اقدر اقول من هنا ان في 14 سيخ قطر 10 على مسافة 300 ملي. 300 ملي دي ممكن اغيرها واخليها وليكن 200 ملي، لان دايما بحاول انا اخلي عدد الاسياخ في البلاطة اقصى حاجة 5 في المتر او اقل حاجة 5 في المتر، فبالتالي لو قللت المسافة بيزيد العدد بقى 14 × 10 مسافة 200، هنا 26 × 10 مسافة 200، هنا لو غيرتها برضو بيحصل نفس الكلام في الاتجاه التاني. هنلاحظ مع بعض الفرق، ده 200 200، لو ضغطت انتر فعلا بقت نفس الكلام هنا 218 سيخ
قطر 10 على مسافة 300، 26 سيخ قطر 10 على مسافة 200. نفس الكلام هنا برضو، يبقى دي مساحة اللي بيغطي فيها الحديد. لو دخلت على الطوب بس في الاتجاه التاني نفس الكلام، هيديني 26 في 10 في البلاطة بالكامل على مسافات 200 متر، وده برضو نفس الكلام هيديني 14 في 10 في مسافات 300 ملي. اعدلها برضو من هنا، هقول له انا بشتغل على 200 ملي حسب الكود، ان اقل عدد الاسياخ بيبقى 5 في المتر. نفس الكلام هنا هعدل دي وهنشوفها تحت، يبقى ده 200 وانتر، فعلا بتتعدل، يبقى 18 في 10 في مسافات 300 و 18 في 10 في مسافات 200. لو قلت له بالنسبة للبوتوم، وده اللي يهمني اكتر في البلاطات، هيبقى 14 في 10 سبيس 300، انا محتاج السبيس دي تبقى 200. تمام، في ده في الاكس دايركشن بار نمبر 1. تمام، يبقى 26 10 في الاكس دايركشن، وفي الواي دايركشن 14 10 14 10 في الواي دايركشن. محتاج ان انا اعدل القيمة 300 تبقى دي 200. يبقى كله اصبح دلوقتي 21 سيخ قطر 10 في المسافة اللي احنا شايفينها قدامني، اللي هي المسافة الكلية على سبيسينج 200 ملي. من هنا اقدر اقول له اظهر لي الاسياخ او شو كارنت بار اونلي. يبقى هنا جاب لي الحالة بتاعت الطب فقط بالنسبة لاتجاه اكس، والحالة بتاعت الطب فقط بالنسبة لاتجاه واي، وحالة البوتوم الاتجاه الافقي واتجاه الراسي في نفس الكلام. 21 سيخ قطر 10 في مسافات 200. اقدر انا اغير قطر السيخ من هنا واقدر اعدل المسافة زي ما انا عايز. وبكده هيبقى احنا وصلنا الى نهاية تصميم البلاطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.